بروح بيستقبلوه كل المسؤولين الكبار، وبيطلع بيطلع بالاخر انه معتقدين الفرج جاي من هونيك، بينما الفرج هو كان ممكن يكون داخلي. بس انا برايي تخطينا مرحله الفرج الداخلي، وحاج يضحكوا علينا السياسيين، لن يكون هناك انتاج رئيس داخلي. في هلا رايحين لتسويه ايرانيه سعوديه، مشان هيك انا بقول انا متفائل مش متشائم بعكس كل الناس. لانه لو تسويه لبنانيه كنا متشائمين اكيد. اللي بالتسويه اللبنانيه ما كانت ركبت للاسف، لانه اسباب فشلها كانت موجوده. اذا رايحين لتسويه خارجيه، التسويه الخارجيه جايه على من التسويه الخارجيه تنفوت بالاطار دغري بالاسماء اللبنانيين. يعني تابعنا حركه رئيس تيار المرده سليمان فرنجي، كان هناك تناقض بالمعلومات، اكان من الطرفين بالنهايه الحقيقه بعد مش مبينه، ورئيس تيار المرده عنده جوله قريبا، ما بعرف قد ايه رح يحكي عن الموضوع، ما بعرف اذا عندك حتى معلومات. طيب أنا شو صار بفرنسا؟ أنا بقول لك ما حدا بيعرف وما يضحكوا علينا. يعني كيف تعرفي أنت كصحفية؟ يا بدك تتصلي بسليمان فرنجية أو بالمحيطين فيه، أو بدك تتصلي بالفرنساويين ويخبروك، فأنت ستعرفين بقدر ما يخبرونك، وهن ما رح يخبروك شيء كتير، ما رح يوثقوا بأي إعلام اللي قدوا يفضفضوا له كل شيء ويحكوا له كل شيء. بتعرفي مناخ عام، شو المناخ العام؟ طب هلا راح سليمان بيك فرنجية على فرنسا بوضع اصلا الفرنساوي مهرهر على الاخر. يعني انا ساكن بمنطقه بباريس تعتبر من مناطق الراقي، اكوام النفايات تعدت اللي شفناه بلبنان براح بلحظه معينه، ملايين الناس متظاهره بالشوارع ضد القرار اللي عم بيحاول يفرضه ايمانويل ماكرون على الشعب بنقل سن التقاعد من 62 ل 64. النقابات كلها متحركه، ما بعرف إذا عنا نقابات بلبنان. نحن ما كأنه في شيء، هن سنتين فرقت معهم ونحن بعدنا قاعدين. نقابة العمالية لصاحبها فلان الفلان. المهم فعندك نقابات تحركت عمليا، والشعب انطفأ كله سوا، يعني متخطيا إذا بدك انقساماته الإيديولوجية والسياسية وما إلى ذلك، تحركوا وضغطوا على السلطة. وهلأ أنا برأيي إيمانويل ماكرون بأضعف أوقاته عمليا. طيب ولكن فرنسا بهاللحظة بلشت تتحرك، وإذا نحن منشوف في مجموعة من التحركات لعب لك. أنا بتفائل ما بتشائم، صار مؤتمر الخماسي بباريس شيء، وكان في الدول المعنية بالوضع اللبناني المباشر، يعني الأمريكي والفرنساوي والسعودي والقطري والمصري، في حدا غيره؟ هو هن. إيه هو هن. هلأ عم ينحكى أنه بدأ تنضم إيران إلهم؟ مش أكيد، وهلأ بقول لك ليه مش أكيد. طيب بعد شو اللي صار وقتها؟ صار أنه السعودي اللي بعد حد اليوم ما أعلن موقف رسمي، انتبهي لأنه هيدا أساسي. صحيح. نحن عندنا ثلاث أشياء عم نختلف عليها غير معلنة رسميا. عندنا سليمان فرنجية رئيس بعد ما رشح حاله، مش هيك؟ اللي رشحه الأستاذ نبيه بري، ومش أكيد كان حزب الله وسليمان فرنجية موافقين على إعلان الترشيح بلحظتها. لكن صدمة بالنسبة لهم، مش صدمة بس بتصور فاجأهم الرئيس بري بطريقته المعهودة، لأنه أنا بروح بالأمور للآخر بعدين بنروح للتفاوض. ولعب لعبة أنا برأيي كانت بالنسبة له من من الموقع اللي لعبها فيه كتير ذكية، لأنه حشر الجميع أنه إحنا هيدا مرشحنا عمليا. كان بالأول ليش لنضل حزب الله بعد مش معلن شيء، وسليمان فرنجي مش معلن شيء، لا أنا بعلن وبلزم الآخرين. هيدا مرشحنا للتفاوض ولا هيدا مرشحنا لأنه بس نقطع السطر؟ لكن أنا بسمع من فترة من قبل الرئيس نبيه بري ومن قبل الآخرين أنه هذا المرشح الأخير، مهما حصل هذا المرشح الأخير. بالنهاية الرئيس عفوا الرئيس نبيه بري من سنوات موقفه تفاوضي عمليا، يعني إذا ركب باكيج كامل مهم للبلد ومهم للأطراف وما بيهين حدا ولا بيزل حدا وبيحافظ على المسلمات المطلوبة بيمشوا فيه بالتفاوض. بس هلا اذا بتقولي لي اليوم بقول لك لا، اليوم المرشح الوحيد بالنسبه لهم هو سليمان فرنجي لاسباب عديده، وعم بيحاولوا يلعبوا الاوراق الاخيره بالنسبه لهذا الترشيح الاساسي. ليش؟ خلينا نرجع مؤتمر باريس لانه مهم. نعم. مؤتمر باريس تشددت السعوديه حسب ما فهمنا من معلومات بعض السفراء اللي شفناهم وقتها، انه لا سليمان فرنجي لا ما بدنا اياه، وبرروا الاسباب. حتى قالوا وقتها أنه كمان نجيب مئاتي لا، ولما طرح الفرنساوي كان عم يدعم نجيب مئاتي لأسباب عديدة رئيس الحكومة، فكان رد السعودي بالاجتماع أنه لا أنتوا ليش عب ليه رايحين بالدعم لهالدرجة؟ إذا كان مشان مصالحكم بفرنسا فالمصالح رح يأمنها أي رئيس حكومة رح يجي للفرنسيين، فنحن ما نتمسك بالقصة.
المصري كان رأيه أنه نحن ما نغرق بلعبة الأسماء. شو اللي صار بعد الاجتماع؟ القطري لم يدخل بالاجتماع، وهون هيدي النقطة مهمة لنعرف ليش جاي الموفد القطري. نعم، على بيروت الخليف. القطري لم يكن بالاجتماع طرفاً، هو مع أو ضد. هو قال لهم أنا اللي رح كون الوسيط بعد الاجتماع، لأنه صار في عدة وجهات نظر بالاجتماع اللي صار بباريس. ما كان اتفاق على النقاط كلها، خلافا لما قيل، مشان هيك ما طلع بيان ختامي عمليا، وتكلفت السفيرة الأمريكية تجي تدور على الأطراف. بعدين اقترحوا أنه يكون مع السفيرة الفرنسية لأنه هي البلد المضيف، السيدة أنجريو. شو اللي صار؟ أنه القطري أنا بعد هيدا الاجتماع سأجول على الأطراف الأخرى إذا تعقدت، وأنا بتولى دور الوساطة. طب ليش جاي القطري على لبنان اليوم؟ لأنه الوساطات الأخرى ما مشي حالها بعد التفاهم. الوساطات اللي هي بتدعم الموقف السعودي، أو الوساطات اللي بتخلي نوصل على اسم نوصل لحل، لأنه الفرنسوية ما عندهم مشكلة مع سليمان فرنجي، بالعكس أن داعمين كانوا الترشيح واشتغلوا عليه وبعدهم عم يشتغلوا عليه وعندهم أسبابهم للشغل عليه. طب إذا السعودي عم بيقول لا هلأ سليمان فرنجي ما بدي، بس بعد ما أعلن موقف رسمي جدي. اثنين، سليمان فرنجي ما أعلن موقف رسمي جدي أنه مرشح. ثلاثة، حزب الله لم يقل هذا مرشحنا الأول والأخير والوحيد، عطى المواصفات التي تنطبق عليه. بالآخر قال نحن ندعم ترشيح الرئيس نبيه بري لشو اسمه. بين ندعم وبين نحن متبنينه ونحن معلنينه في خطوة لابد أنه تكون هامش معين للتفاوض.